بحبنا ونثبت اركانا. نماري باب روعة تصير توبه له الغالين، خليج والعروبة اساسه وبيته وعنوانه. خليجيين وشيمنا الكرامة وللابد وافين، رخصنا دمنا لاجل الخليج وحق انسانه، ووحدتنا قوينا وبتعاون نسرى جيبين، يضوي كل عزمة تنكر التاريخ وزمانه. كل خير أعزائي المشاهدين، ويا هلا ويا مرحبا وحياكم الله في ليالي الخليج الذي يأتيكم من هنا من قصر الواحة في العاصمة الرياض التي تحتضن خليجي 22. اليوم عبر منتخبنا الوطني رسميا إلى الدور الثاني متصدرا مجموعته الأولى بعد هزيمته للمنتخب اليمني بهدف نظيف جاء بتسديدة عنيفة من نواف العابد. في المباراة الأخرى أيضا أكد المنتخب القطري حجزه للدور الثاني ليرافق الأخضر إلى المربع أو مربع الكبار بانتظار ما ستفرج عنه نتائج المجموعة الثانية التي يتواجد فيها منتخبات الكويت وعمان والإمارات والعراق، والتي ستكون فيها المعركة الكروية طاحنة بانتظار أن يتأهل منتخبين لملاقاة الأخضر والعنابي. أحداث البطولة ترفض أن تستكين وتأبى إلا أن تقدم لنا كل يوم قضية جديدة. اليوم كانت أم القضايا قرار اللجنة الفنية للبطولة بسحب بطاقة المنسق العام للمنتخب الكويتي طلال المحطب، والأمر بإبعاده عن مقر إقامة الوفود، وذلك على خلفية التصريحات الصحفية التي تناولناها يوم أمس والتي تعرض فيها للسيد يوسف السركال رئيس الاتحاد الإماراتي، وكذلك تصريحات أخرى. تفاصيل كثيرة عن مباراة اليوم وأمور أخرى، ولكن قبل ذلك نتابع عناوين الحلقة. العابد بصاروخية يمزق الشباك اليمنية ويعبر بالأخضر إلى نصف النهائي. العنابي يلتحق بالأخضر لمربع الأقوياء بتعادله مع البحرين. اللجنة الفنية تبعد الكويتي المحطب، وليالي الخليج تكشف الخفايا. جماهير اليمن تحرج جماهير الأخضر، فمن المسؤول؟ الكويت وعمان والعراق والإمارات في صراع على بطاقتي التأهل. تفاصيل أكثر في حلقتنا الليلة مع ضيوفي الدائمين ونقاد البرنامج الحصريين. على يميني أبو سلطان محمد الجوكر، يا أهلا ومرحبا فيك. حياكم الله، أهلا وسهلا فيك. وايضا نرحب بابو فارس عدنان جسنيه. الله يحييك ويحيي الاخوه الزملاء والمشاهدين والمشاهدات. مباراه ابو قيان، رحب فيك. اهلا وسهلا اخوي ابو عبد الله، احييك وحيي الاخوه المشاهدين الكرام، واقول الف مبروك للمنتخبين السعودي والقطري التاهل الى دور الاربعه، ونقول هاردك للمنتخب اليمني اللي حاولنا اليوم نشوف اي ترقيص منه في المباراه، بس للاسف الشديد ما شفنا اي لمحه فنيه يعني تجعلنا نتفائل بصعود هذا المنتخب الى 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 الدور قبل النهائي، ولكن ان شاء الله الجايات اكثر ونشوف منتخب اليمني المستوى تطور من بطوله الى بطوله ان شاء الله، ونقول هارد كذلك للمنتخب البحريني. لاحقين عن سوالف الترقيص والشغلات اللي تمررها لابو فارس، ولكن خليني ارحب اول شيء بالضيوف ابو يزيع بالكريم الجاسر، يا هلا. يا هلا وسهلا، مساء الخير عليك والزملاء والساده المشاهدين. ايضا ارحب ب سالم الحبسي ابو ريان، يا هلا ومرحبا. حرق لنا كل الكلام بارك الله فيك، كله عطاه من الاول. هذا كتف قانوني ترى. ايوه. يا اهلا وسهلا، مشكور يا ابو عبد الله، احسنت. ورحب ايضا بابو صقر عادل الملحم، يا اهلا ومرحبا. يلا مساء الخير، مساء عليكم مساء الله. ننتظر احنا ابتسامه ابو صقر اللي تعودنا عليها يعني دائما. بس ترى اليوم في ترقيص على فكره، انا خالف اليوم. طبعا الاخضر اليوم يفترض انه صالح جماهيره بفوز جديد على المنتخب اليمني،
والذي من خلاله عبر إلى الدور الثاني متربعا على صدارة المجموعة بسبع نقاط، كانت يعني كافية لأن يعني تعطي مؤشرا على أن الأخضر قادرا على أن يذهب أبعد من مجرد عبور الدور الثاني إلى نصف النهائي، ومن ثم بإذن الله إلى اللقب الخليجي الذي اشتقنا بالفعل لعودته إلى العاصمة الرياض، وطالما هو موجود ما نبيه يطلع من عندنا. ملخص المباراة وأعود إليكم. وضربة البداية، البعض يقول نقطة واحدة فقط ممكن تجيب لك التأهل، أوكي صحيح، ولكن بصراحة نتمنى أنه يكسب المنتخب السعودي، ولكن المنتخب اليمني منتخب عنيد، منتخب قوي، منتخب مثابر. هناك بداية الهجمة، تنقلت سريعة أمامية، شوف بتنقل سريعة، بيحاول يعدي، بيضغط عليه واحد على واحد، تروح على طول، بيحاول يعمل الفارق، تنقلت أمامية سريعة قوي. يا سلام يعجبني اللاعب اللي عنده طموح وعنده إرادة وعنده قوة وعنده إصرار. اتلعبت على طول بالراس، ديفنس عالي جدا من حمادة، التسديدة فلتت، هي جول. الله هذه كرة ثابتة، العرضية، التسديدة، الله نواف، يا سلام رائع، هدف ولا اي هدف، الله يا الاخضر، يا سلام يا لبيه، يلا يا حبيبي، يا سلام، الله على هدف. شوف اللعبة، شوف التمركز، شوف التسديدة، صعب عليك عياش، أول هدف في عياش وأول هدف بيسجله نواف، يا سلام، لعبة يسارية راحت في التسعين. على فكرة هذه كرة سريعة، ماشي داخل منطقة خطيرة، يقدر يسدد، يلعب، الله للمنتخب اليمني، كرة سريعة تروح لفهد، أول استلام، ماشي فهد ياخذ واحد، يلعب العرضية، تتعدي خطرة، جول، الله، بدل الضائع، 3 دقائق، 1-0 على شاشة الملعب، نواف العابد في دقيقة 29 هو من يسجل هدف المباراة الوحيد في هذه المباراة بين السعودية واليمن، صفرة المباراة وصفرة النهاية من السلوفيني، 1-0 للمنتخب السعودي، يروح لسبع نقاط على طول مباشرة. إذا نبارك لإدارة المنتخب ولمجلس إدارة الاتحاد السعودي وللاعبين ولجماهير الأخضر هذا الفوز، وأيضا خطف بطاقة التأهل الأولى للدور الثاني، وبإذن الله يكون القادم أفضل، ولن يكون الأفضل إلا بانتزاع كأس البطولة. قبل الدخول في التفاصيل الفنية، أولا نشكر الدكتور موسى عباس الذي قدم هدية لفريق البرنامج من الزملاء النقاد، وهو عبارة عن كتابه هكذا يكون الاحتراف، وهو تحليل لواقع الاحتراف ورؤية واقعية للمستقبل. الشكر للدكتور موسى على هذه الهدية بالفعل الثمينة، والتي تغني وتثري المكتبة الرياضية ليست هنا في الخليج فقط وإنما في العالم العربي. لا شك نحن بحاجة لمثل هذا النوع من الإصدارات التي تشح فيها المكتبة الخليجية على الأقل. وأنا يعني كنت في حديث مع أبو سلطان ومع عبد الكريم الجاسر حول بالفعل فقر المكتبة السعودية لوجود إصدارات من هذا النوع، سواء أكاديمية أو حتى من الزملاء الإعلاميين المتمرسين. أيضا قبل أن ألج في التفاصيل، قدمت لنا دعوة من ملتقى الإعلاميين السعوديين، وهي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود الرئيس العام لرعاية الشباب. يتشرف ملتقى إعلامي الرياض إعلاميون بدعوتكم لحضور حفل تكريم المنتخب السعودي لكرة القدم لذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة حصولهم على كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، والمشاركة في المباراة الودية بين أبطال العالم وإعلامي ونجوم الخليج في الشوط الأول، وإعلامي
الرياض ونجوم السعودية في الشوط الثاني، وذلك يوم الجمعة 28/1/1436 موافق 21/11/2014. وستكون المباراة على ملعب مدارس الرياض في الساعة 3:30 عصرا. مكان الاحتفال مدارس الرياض قاعة الأمير سلمان بن عبد العزيز. شكرا لملتقى إعلامي الرياض، والدعوة موجهة لكم كلكم كفريق عمل. أيضا خلني قبل هذه بالنسبة إلى الملتقى الخاص فيكم أبو ريان، ممكن تقدم الدعوة للإعلاميين؟ نحن فعلا يعني شرفنا أيضا نوجه الدعوة لجميع الإعلاميين حقيقة المشاركين في دورة كأس الخليج 22 بالرياض لتشريفنا حقيقة في هذا الملتقى، وهو الملتقى الرابع للإعلام الخليجي الرياضي. نعم غدا إن شاء الله صباحا الساعة 11 سيكون الافتتاح الرسمي، وستكون هناك ثلاث جلسات. الجلسة الأولى بعنوان المسؤولية المهنية، الجلسة الثانية ستكون حول حقوق النقل التلفزيوني لدورات كأس الخليج، الجلسة الثالثة ستكون حول دور الشباب في الإعلام الرياضي الخليجي. وسيتم أيضا في هذا الملتقى الإعلان عن تشكيل لجنة الإعلام الرياضي السعودي، يعني بالاتفاق ما بين أو بالتنسيق ما بين الاتحاد الخليجي وهيئة الصحفيين السعودية، وكذلك أيضا الإعلان عن تشكيل لجنة الإعلام الخليجي الرياضي للشباب. جميل جدا أبو فارس، خلنا احنا نروح في تفاصيل المباراة. كيف شفت اليوم الأخضر؟ هل طيب الخواطر اليوم لاعب المنتخب السعودي؟ هل المستوى كان على ما تتمنى؟ وايضا نبي نشوف اللي قلته ايضا لمبارك انه الفريق اليمني يلعب كوره يرقص، هل بالفعل اليوم شفنا ترقيص؟ مع ايضا لا انسى انه ثني بالفعل قبل عدنان، انه ثني على المنتخب اليمني هذا الروح، هذا العطاء، هذه الرغبه بالفعل في مشاطره المنتخبات التي تتقدم تجربه على الاقل خليجيا في ان يظهر بمستوى يعني لم تحالفه، تخذله الخبره، تخذله ايضا امور كثيره يحتاج الى تنضيج للنواحي الفنية والاحترافية. وأنا على يقين بأن هذا المنتخب سيكون هو أو نواه لمنتخبات أخرى تنافس خليجيا، وممكن أبعد من ذلك إذا ما وجدت الكرة اليمنية بالفعل اهتمام المطلوب. أبو فارس، أحب والله في البداية يعني بالنسبة لقيمة اليوم برضو حفل تكريم للإعلاميين من قبل لجنة الإعلام الخليجي، من قبل يعني وجهت الدعوة لجميع الزملاء. وأحب أن أشكر يعني على أول شيء التنظيم وعلى الاختصار للبرنامج، يعني ما أخذ إلا نص ساعة وكان فيه لمسات طيبة، فأشكر رئيس اللجنة الأستاذ رجل السلمي على يعني تذوقه لعملية، يعني بدل ما نخرج في العملية الخطابية والتكريم اللي بيكون أعطى كل يعني اللي هي الجهة اللي معاه في 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 كان حفل مختصر ومؤدي للغرض بشكل جميل. حفل غذاء كمان يعني ما قصروا، لا يكون كمان نقول على قولكم انها هي بلصه ولا مش هذه البلصه بلصه لا لما نقول لك بلصه ايه لما نيجي امس لما ناقشنا في موضوع انه يعني الوفود وما الوفود انه تروح، انا اشوفها جانب ايجابي، هذا في موضوع اخر والله ولا فهمت عليك، بس يلا خلينا في المباراه. طيب لا انت فاهم بس ما والله ما فهمت فيكم يا شباب الموضوع اللي امس اللي تكلمنا انه في ممكن الوفود انه واحد يروح. تفضل صح معي الاستاذ. المهم الموضوع بالنسبة للمنتخب السعودي والمنتخب اللي قلت أنا يمكن حتكون مباراة صعبة، لكن اللي ما شفت ولا كنت أتوقعه إنه المنتخب اليمني يبدو إنه يعني المباراتين اللي فاتت أرهق فيها، هذا الجانب. الجانب الثاني اللي هو المنتخب السعودي من البداية فرض سيطرته وهيبته، حتى المنتخب اليمني حسيت انه هو مرتبك من البدايه، ما قدم لنا ولا حاجه من الجوانب اللي هي تخص يعني يمكن المباراتين اللي فاتت كان احسن بكثير، يمكن جانب حماسي، يمكن جانب تشجيع بالنسبه للجماهير، جانب في مهارات شخصيه فنيه بالنسبه للعيبه. لكن اللي حاجه انا يعني بصرف النظر عن المباراة وعن نتيجتها إن نحن شفنا فيه لمسات للمدرب، شفنا أداء جيد للعيبة، في فرص لا يقل عن 4 فرص يعني ضاعت من الفريق المنتخب السعودي. بس أنا الحين صار مدرب لوبيز كويس، بس أنا لا يعني أنا دحين وعمال أتابع دقيقة بس أخلص كلامي.
لا لا انت جايك الحين جاوبني على الجزئيه هذه وراح اعطيك المجال جايك لا لا جاوبني الحين على الجزئيه هذه خلاص بيجيك يا ابو مبارك الكلام اختلف محمد انا عمال وانا عمال حرام المشاهد الكريم بس وانا عمال اتابع المباراه اسمع حبيبنا مبارك يقول الجول هذا اوفسايد انا بفهم حاجه في عالم كره القدم وعالم الجول السعودي السعودي يا راجل ايوه مبارك صحيح والله العظيم انا بالنسبه لما سمعته قلت هذا عمره ما شاف كره قدم ولا عمره لعب كره قدم ولا وحرام يكون محلل او ناقد لا 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 مو لهالدرجه لا 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 عيد عيد الهدف عيد الهدف ايش عالم التسلل ده مش قال يمزح يمزح يمكن لا 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 مبارك مبارك مستحيل ابو يزيد محمد ابو يزيد انا شرحت له قلت له هو قال لا خليني لحظه ابغى انت تفسر لي ايش معنى التسلل اللي انت قلته انت قلت لي اني انا مش كيف ناخذ وكيف محلل مش ناقص لا تسحب بطاقتي كمان هذا وجه عشان العمليه تكمل بامانه ابي اصير ثاني كويتي ترى انا قلت انا مكلم عبد الكريم جاسم قاعد جنبي هذه اللي بحاول اسمع ماني قادر اتكلم خليني اصدق انت ما شاء الله انت 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 قاعد تكلم محمد واذنك الثانيه معانا انا ماني مصدق مش بسم الله تبارك الرحمن انا قلت حق اخوي بيزيد قلت هذه اللعبه فيها شبه التسلل والدليل على ذلك ان الفقره التحكيميه بعد المباراه ناقشوها عن كثب الطريقه كيف كانت اللاعب السعودي اعتقد اسامه او ناصر الشمراني او ناصر يمكن كان واقف قدام حارس المرمى حاجب الرؤيه عن عن عن, عن حارس المرمى واللاعب هذا اساسا كان في موقف تسلل هذه نقطه النقطه الثانيه انك انت تقاولني او انك انت يعني تفقد اهليتي في النقد والتحليل عشان عشان الراي قلته على اساس اللعبه هذه واللي انا قاعد اتكلم فيها ابو يزيد قاعد جنبي يعني حديث وانت قاط اذنك من هناك لهني وقاعد تسمع وكانك قاعد تصيد لا في الماء العكر هذا امر انا اقول لك اشوفه عليك يعني كتاريخك الرياضي الكبير واللي انا افتخر فيه صراحه يعني الله يسلمك يعني يفترض انك انك تسحب هذه الكلمه الان قدام المشاهدين طيب دقيقه اسحبها يا سيدي اسحب 10 زيها خلاص بس كافي بس انا اقول لك والله يا ابو فهد الكرة دي ما يمكن حتى مجرد انك انت تفكر طيب هي هو هدف سليم انا كنت اتوقع منك تتكلم عن نواف العابد كيف لعبها كيف التسجيل كيف الفن فيه هذا الفكره نواف العابد ثاني هدف سجله بنفس الطريقه اول مره اولى اتصور على نادي الاتحاد صح الكلام صرف النظر طيب هذه نقطه النقطه الاخرى انا قاعد اكلم ابو يزيد على نقطه اقول حتى الفقره التحكيميه ناقشوها يعني عن كذب اللقطه هذه وتم وقال الاخ العز عبد الله القحطاني قال الهدف سليم 100% عبد الله القحطاني يمكن يعني ادرى مني في الامور التحكيميه طيب انت ايش قلت؟ شنو؟ ايش قلت بعدها؟ ايش اللي قلت؟ قلت بعدها انا ايش قال ابو يزيد؟ انا قلت انه فيها شكنا بس انا صراحه شوف لما تداخل ابو فارس ابو فهد قال انا رايتها شبهه تسلل بينما لما كنا نتكلم يا ابو يزيد قال لا قولكم تسلل الله الله عدلها مع ابو فارس لا وهذا اللي خلاني اني انا اسحب منه كل الاهليه انا شفت العين علي والاذن مقطوطه صوبي فقلت ابو فارس اكيد بيقطع وطاحت بحفره برافو عليك ابو فارس لا لا بس نحن ان شاء الله يعني بالنسبه للمباراه اللي جايه يبغى لنا نخليك انت محلل تحت طيب ابو يزيد ابو يزيد انا يعني ارى انه قناعاتك ورؤية اتجاه المدرب لوبيز بعيد عن قناعاتك في كونه المدرب المناسب أو لا أفهم قناعاتك مش قاعد لوبيز يتطور مع المنتخب يتقدم فيه خطوة بشكل جيد أو لا الموضوع اشتهرت والله عليك. شوف هو ما في شك أنه أولا نبارك المنتخب السعودي هذا الفوز ونبارك أيضا عودة التركيز والتركيز الذهني للبطولة الخليجية يعني اليوم حسينا أن المنتخب السعودي فعلا مشارك في البطولة الخليجية شارك بترك يعني لاعب برغبة في الفوز معطي المباراة حقها جدية من أول دقيقة إلى آخر المباراة في يعني في فريق عنده هدف قدامه وهذا ما كان موجود على الأقل في المباراة الأولى هذا الأمر هو ساعد المدرب كثيرا إضافة إلى أنه استمرار بنفس التشكيل تعديل أخطاء بعد المباراة الأولى وإعطاء اللاعبين نفسهم فرصة أنه يرتفع مستواهم ويمشون في رتم أعلى ساعد أن المنتخب السعودي يعني يظهر بهذا الشكل انا اتصور انه بالفعل يعني اليوم يعني اكد انه سيكون يعني مو منافس قوي مرشح كبير لللقب في ظل الامكانيات الموجوده اللي بدات تظهر تدريجيا لدى اللاعبين احنا نعرف امكانيات لاعبيننا لكنها ما كانت ظاهره كان في سرحان في عدم يعني تركيز في
ما خشوا أجواء البطولة. اليوم لا، منتخب قوي، منتخب بالرغم من قوة المنتخب اليمني كان فيه يعني سرعة لعب، في ضغط، في كذا، وفي وما شفنا ترقيص يمني بسبة المنتخب السعودي كان في أفضل حالات. غايب المنتخب اليمني، يعني تحس إنه هو داخل. حتى لما أحد اللعيبة أعتقد اسمه وليد سألوه عن هذا، قال عن يعني الترقيص؟ عن الترقيص؟ لا عن يعني مباراتكم مع المنتخب السعودي، قال يعني أصليا من قبل لا نلعب إنه هو يعني المنتخب السعودي مرشح. وفي عندك مصر غايب اليوم يعني إذا كان الفريق نفسه مهزوم من قبل لا يدخل المباراة، دي مشكلة. طيب في بس دقيقة واحدة، موضوع لوبيز والمباراة، يعني أنا أتصور أنه كلنا نعرف إمكانيات لوبيز، وهو أيضا أكثر واحد يعرف إمكانيات اللاعبين السعوديين. الأسلوب اللي لعب فيه سواء في هذه المباراة أو في البطولة أو في المباراة السابقة ما كان في اختلاف كبير، إلا اللهم تفاعل اللاعبين مع المباراة وإعطائهم حقيتها ودخول في أجواء البطولة الأولى. هذا ساعد. لا، المباراتين الثانية الأولى ما كانت. أنا أقصد إنه ما يعني البصمة أو الأسلوب التكتيكي اللي عند المدرب هذا هو ما تغير ولن يتغير. هذه إمكانياته، لكن على الأقل إنه أعطى حرية للاعبين، اختار تشكيل صحيح، اللاعبين دخلوا في أجواء المباراة، وبالتالي كانت النتيجة إيجابية. مراسلي القناة الرياضية تواجدوا في المباراة وخرجوا لنا بتصريحات من لاعبي المنتخب السعودي وكذلك اليمني. نتابع. ألف مبروك الفوز والتصدر. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربي وفقنا للمباراة. أشكر الجمهور اللي حضر، الجمهور السعودي، وأشكر زملاء اللاعبين في الملعب، قدموا روح عالية للمباراة الحمد لله. نعم نواف، عندما تحدث عن المنتخب السعودي والحضور الجمهور السعودي، كان ودكم تطالبون كثير منتخب السعودي الجماهير بالحضور هذه المباراة، منتخب اليمن كان موجود من الظهر هنا حاضر. والله شوف الجمهور السعودي جمهور صعب ما تعرف له صراحة، بس أنا أشكر اللي حضروا اليوم وأطالب اللي ما حضروا يجون ويأذوننا زي المنتخب اليمني كان يملي الملعب كله. وأحب أهديهم هالفوز، والله يعطيهم العافية إن شاء الله. في الكرة يبدو لي ركبت على رجلك صح في الجول، كرباج الحمد لله متعودين عليها منذ الصغر. هارد لك كابتن، خروج نقدر نقول خروج بشرف، تعادلين وهزيمة أمام المنتخب السعودي وخسارتكم للتأهل لأدوار متقدمة. لا والله ما تعتبرش خسارة، لأن إحنا الحمد لله أحس إن إحنا قدمنا مستوى رائع في المباراة الأولى وفي المباراة الثانية والثالثة، ونتيجة اليوم ضد السعودية يعني شبه يعني معروفة، لأنه منتخب السعودية منتخب قوي. حلو، سؤالي الأخير إن كان خارج شوي عن دوري أو دورة الخليج، بعد المباراة وبعد خلاص ما تقريبا المنتخب اليمن حيعود للبلاد، هل أتتك عروض كابتن حتى الآن ولا لا لسه؟ بالأمانة بصراحة أيوة جاتني عروض، بس لحد الآن أنا وقفت أي عرض حتى لنهاية البطولة. انتهت البطولة، لكن حتى الآن إحنا بنعرف إيش العروض اللي وصلت لك حتى الآن. يعني إيش أقول لك، إنه حصلت ولا لا؟ من مين كابتن عادي؟ انتهت البطولة خلاص، اليمن انتهى اليوم، اليوم ودحها بشرف. الحمد لله يعني هذا يعني من الله، الحمد لله ونشكره. من الدوري السعودي؟ من السعودي. من اي نادي؟ من عمان. من عمان ومن الدوري السعودي. طيب من الدوري السعودي اي نادي؟ ما اقدرش انا اصرح لك الصدق، لانه عاد مش اكيد لسه. مش اكيد، انا ما اقدرش اصرح لك لانه مش اكيد. مبروك لمنتخبنا، حظ أوفر لمنتخب اليمني، وبالفعل الخطوة الاحترافية هي من ستنقل اليمن خطوات أبعد بكثير. أبو صقر، صالحكم المنتخب السعودي؟ لوبيز زين اليوم؟ أبو يزيد قال كلمة حلوة في سياق الحديث، قال هذا لوبيز ما تغير مباريات الماضي. طبعا أنا عجبني في لوبيز بعد المباراة أنه كان يبتسم، الابتسامة دي أنا أفسرها بالنسبة له هو من الجود من الماجود. ما زلت الرجل مفلس، الرجل يعني اعتلى صدارة المجموعة حتى لو حقق بطولة الخليج، الرجل مفلس. أي عمل يعمل داخل المستطيل الأخضر بعد توفيق الله سبحانه وتعالى ثم اجتهاد اللاعبين. اليوم شفنا ناصر الشمراني
يعني شبه غائب، ما بقول مغيب، غائب. معناه أنا من الناس اللي ما زلت عند رأيي ناصر الشمراني هو المهاجم الأول للمنتخب السعودي أو الأندية السعودية، ورجل جالس يتفرج. نرجع نقول من دون تقزيم للمنتخب اليمني، هذا المنتخب اليمني وظروفه، يعني ناس حتى ما عندهم ممكن ما يمكن ما عندهم دوري اصلا قائم الان صحيح مثل ما ذكر الاخ قبل. واشوف يعني الفرحه انه فرحانين ان احنا استطعنا ان احنا نسجل هدف ونتفوق على اليمن، ويمكن اليمن فاجانا بهجمتين ثلاث. صحيح طبعا اكيد انه اذا بنتكلم عن استحواذ وعن سيطره وعن 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 وضعنا الرجل ظل متفرج، اولا ظل يتفرج على عزله ناصر الشمراني، كان بالامكان اصلا اذا كنا احنا مسيطرين على المنتخب اليمني، المنتخب اليمني مو قادر اصلا يصنع هجمه، ليش انت تلعب محورين وانت تقدر تتخلص من لاعب واحد من المحاور، خصوصا انه لاعب مثل كريري وجهه نظري ما عاد يقدر يعطي شوطين، وعندك مهاجمين موجودين برا، ممكن واحد يلعب مع ناصر الشمراني وتريح نفسك اصلا من مفاجاه قد تحصل، ممكن يجي فيك تعادل لا سمح الله ولا شيء. ظل اذا كان طموحنا، ارجع واقول مع احترامي الفائق للمنتخب اليمني، نحن مبسوطين احنا فزنا 1-0. انا امس قلت كلمه، قلت المغامره اليمنيه ستنتهي غدا، انا ما اعتبرها انتهت، بالعكس تقدمنا ب 1-0 وبعدين ايش اللي صار؟ ابدا اخطاء وليد بخشوين. لما اقول لك فكره المدرب، وليد بخشوين من اللاعبين العصبيين، اخذ الكرت الاصفر، انا قلت الرجل هذا يفهم ويفهم نفسيات اللاعبين، سيقوم باستبداله في الحال، لان وليد بخشوين بعد الاصفر ومجرب حتى في مستوى الاهلي ومن اللاعبين زي مثلا عمر حوساوي في النصر، اذا اخذت كرت اصفر يا ويل ويلك، حط يدك على قلبك، الاحمر جاي. الرجل جار تاركه يلعب ويدخل في كرات ممكن يخرج. بعدين تفاجئ الشوط الثاني، يعني مع احترامي لتبديلاته ايش سوى؟ سحب ناصر الشمراني، زج بهزازي، بعدين اراد يغطي ورا وكانه يقول لا خليني انهي الموضوع بفوز، تعال يا خيبري وكمل، مع انه عنده عناصر مهمه موجوده، ممكن حتى المعلق السعودي طالب اكثر من مره على سبيل المثال صناع لعب يتحركون اخر 10 دقائق مثلا، طالب يحيى الشهري ولا شيء. انا شخصيا اقول غاسل يدك، لا مش عارف غاسل يدي، هم في يعني في شخص مسؤول للاتحاد السعودي يعني بطريقه حلوه قال يتكلم عن برنامج، قال يعني يا ابو صقر ليت يعني تخفون شوي. قلت عن مين؟ قال يعني لو بويز لو بويز لو بويز. انا اقول ابشر يا طويل العمر، انا بنخف عليه وبنكمل. هذا وانت خاف عليه؟ ها؟ كل هذا وانت خاف لا عليه؟ لا طبعا انا 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 انا, أنا من حقي اني اتكلم لين بكره، لكن انا اقول الحين من الان ابشر ابشر، بنخف على لوبيز ونقول يا رب تعدي على خير، رغم اني انا والعلم عند الله وحده واثق ان المدرب القادم تم التوقيع معه. جميل. ابو سلطان كيف شفت المباراه؟ وهل مثل هذا النقد واحنا متصدرين المجموعه وعابرين للدور الثاني ايا يكن مهنيا وطنيا سم ماشي هذا اوانه؟ هو طبعا في البدايه لابد نحن نبارك المنتخب السعودي والجمهور القليل اللي حضر، وحزين انا ايضا خروج المنتخب اليمني بخروج هذا الجمهور الكبير اللي كان اعطى رونق الحقيقه في المباريات التي حضرها. ما في شك طبعا وجه المقارنه ظالمه بتكون بين 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 المنتخب السعودي والمنتخب اليمني. فريق اليمني فريق مكافح، حاول واجتهد ومغامرته انتهت في مباراه اليوم، لان الكفه غير متكافئه. المنتخب السعودي لديه عناصر حقيقه في دكه الاحتياط تساوي نفس قوه العناصر الاساسيه، وهذا ايضا ميزه ان الفريق السعودي الحالي يضم بمجموعه كبيره من اللاعبين الموهوبين. ربما يعني الحلقات الماضيه كشفت لي ان هناك ايضا موجود في قصور في عمليه فهم المدرب وتفكيره في وضع بعض اللاعبين بشكل يتناسب مع امكانياتهم. من خلال تجربتي الماضية شعرت بالفعل أن هناك بعض الشغلات اللي بإمكان أن الفريق السعودي